هنبدأ أخبارنا من نادي الأهلي والفريق الأحمر بدأ استعدادات الماتش الهلال السوداني اللي هيتلعب يوم السبت الجاي في دوري أبطال أفريقيا. واتدرب الأهلي بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة، وخاض الفريق تدريباته بدنية في الجيم ثم بعض التدريبات الخاصة في ملعب مدينة نصر. واجتمع مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل التمرين عشان يحفز الفريق للفوز على الهلال. تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن ماتش الهلال للإصابة. وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن عمرو السولية يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي، وأشار إلى أن السولية خارج حسابات الجهاز الفني لماتش الهلال في دوري الأبطال. وشارك الحارس مصطفى شوبير في تدريبات الأهلي بعد غيابه لإصابته في الركبة. أعلن نادي الهلال السوداني إقامة ماتش الأهلي بدون جمهور بشكل رسمي، وأصدر الهلال بيان رسمي أعلن خلاله أن الماتش هيتلعب بدون جمهور بناء على خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي كاف. ونروح نشوف تقرير عن آراء الجماهير في ماتش الأهلي والهلال وتأثير غيابات الفريق الأحمر ونكمل أخبارنا. شايف ان غياب عمرو السولية وخالد عبد الفتاح عن مواجهة الأهلي والهلال اللي جاية، شايف ان هي هتبقى مؤثرة؟ أكيد طبعا هتبقى مؤثرة جدا على الأهلي. طبعا السولية لعيب كبير في خط الوسط مع ديانج مع حمدي فتحي، خالد عبد الفتاح لعب كويس وأثبت ان هو كويس، وكان نتمنى ان هو يكون موجود طبعا في ماتش الهلال لانه فعلا دوره مؤثر جدا. يعني وجود عمرو السولية وهو فايق كمان للنادي الاهلي بيبقى مؤثر جدا في وجوده في منطقه نص الملعب، وبيعرف يطلع الكوره وبيعرف يقطع الكوره، هو لعيب بالنسبه لي مؤثر جدا. الصراحه مش شايف انها مؤثره لان الاهلي مش بيضم اي لعيب وخلاص، هو بيضم ابطال معاه في الملعب عامه، وشايف ان الرجاء يعني اللعيبه لو فهمت بعض كويس ولعبوا زي رجاله في الملعب اعملوا شغل عليه قوي. بص، هو غياب خالد عبد الفتاح يعني ممكن يكون ليه بديل محمد هاني قايم بدور كويس الفتره دي، وخصوصا بعد اكرم توفيق عامل دور كويس جدا وعمل ماتشات قبل كاس العالم كويسه. عمرو السولية هو من اللعيبه كويسه في المركز بتاعه، وغيابه هيأثر هيأثر. عمرو السولية عامه الفتره اللي فاتت ما كانش في احسن حالاته يعني او كده، وخالد عبد الفتاح هو راجل وكل حاجه، بس محمد هاني بيقدم ماتشات جامده جدا، فمحمد هاني لا طبعا يقدر يسد.